مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساءكم كل حاجة حلوة في الدنيا دي كلها. إن شاء الله دلوقتي معاكم يا بنات كوكيز تحفة 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 تحفة، بعشقه. بصوا إنه العشق، إنه العشق. اللي متابعني بحب آخد كده واحدة مع القهوة بتاعتي، رهيب. وابني طبعا من مدمنين الإيه، من مدمنين الكوكيز. فأنا النهاردة هعملها معاكم بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا وسريعة جدا، والطعم رهيب رهيب رهيب، والمقادير مش مكلفة خالص. يلا تعالوا معايا نشوف هنعملها ازاي. بس بداية الفيديو اتمنى تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات واختاروا كلمة الكل، ضروري جدا تختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يجيلكم بيه اشعار لايك 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 لايك، واكتبوا لي انتوا تحبوا اشارك معاكم ايه وصفات عشان اشاركها معاكم باذن الله في اقرب وقت. مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله بنزل معاكم دلوقتي وصفة الكوكيز من ألذ من ألذ من ألذ الوصفات واسهل واسرع الوصفات كلها على بعضها، مش هتاخد معاكي 10 دقايق، بجد تحفة تحفة تحفة. حتى اصحاب الدايت تقدري تاخدي منها كده مع القهوة بتاعتك وتستمتعي بيها. بس اتمنى تضغطوا لايك، واذا لسه ما اشتركتوش في قناتي انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمة الكل، واتمنى تدعموني بكومنت تشجيعي وايه رأيكم فيها وايه الوصفات اللي تحبوا اني انا اعملها معاكم. يلا تعالوا معايا نشوف الوصفة. اسهل واسرع كوكيز بالدنيا دي كلها. مقادير هنا انا عندي زي ما انتم شايفين كده، عندي بيضه واحده وعندي اي نوع بار شوكليت عندك. انا هحتاج بار شوكليت من جالاكسي لو الدارك احلى طبعا، او الشوكليت شيبس زي ما عملت قبل كده معاكم. وهحتاج كوبايه واحده كده كبيره من الطحين، وهحتاج طبعا انا الطحين اللي انا حاطاه النهارده طحين اسمر تمام، اللي هو الطحين الكامل. تقدر انت تحطي طحين ابيض بس انا يعني شويه تكون دايت مش تكون كده فاهميني. وزبده 100 جرام، 100 جرام من الزبده اللي بحراره الغرفه، ما تكونش سايحه قوي ولا تكون ناشفه. وهحتاج معلقتين كبار من الكاكاو البودره، انا هعمل لكم كيس بالشوكولاته. وهحتاج فانيليا، وهحط كده مدام كاكاو على طول، انتوا عارفيني اكيد متابعني كاكاو، يبقى بحط رشه من الدارسين ورشه قهوه تمام، رشه دارسين ورشه قهوه، بيدوا مزج في الطعم تحفه. مفيش حاجه لوحدها هتبان طعمها، ولكن هيدي طعم بجد خرافه. يبقى رش الدارسين وربع معلقه بن مع معلقتين الكاكاو. وهحتاج ايه تاني؟ فانيليا معلقه سائله. وهحتاج هنا السكر، هنا هستعمله، مش هستعمل سكر ابيض ومش هستعمل سكر بني عادي، انا هستعمل سكر بني ده اللي فيه حبيبات اللي عملته معاكم قبل كده في البرونيز، وقد ايه هو طلع جميل. وشفتوا لما كسرنا قطعناها كده من جوه كده فيها حبيبات وطعمها حلو قوي. تعالوا معايا اوريها لكم عشان تفهموني. اهي شايفينها الحبيبات اللي جواها دي البني، بتدي طعم جميل جدا للكوكيز. يبقى انا كده اللي هحتاجه منكم السكر البني النوع ده. طيب ما عندناش النوع ده، هنعمل ايه؟ هتجيبي السكر البني العادي الحبيبات، هتضيفي عليه معلقتين من العسل الاسود وتعقديهم كده تكلكعيهم شويه، وتسيبيهم كده تفديهم على حاجه طبق وتسيبوه ينشف شويه عشان يعمل تكتلات شويه تمام. بعد كده هتلميه وتاخدي منهم نص كوبايه سكر بتعملي بيه الكوكيز. طيب هنيجي بقى على طول بقى نطبق كده المقادير معايا. البوله بتاعتنا هنحط، بصوا انا عايزه اوصفكم، شوفوا شايفين السكر شكله عامل ازاي كده. هحتاج نص كوبايه من السكر، انا طبعا مش هحطه مع نص كوبايه، انا هحط ربع كوبايه، ما بحبش حاجه حاليه قوي، فالمقدار ده اللي هو يعني ربع كوبايه تمام بالمنظر. وهحط، تعالوا بقى معايا دي واحد. طيب تمام كده بقى هنحط اول حاجه على السكر ال 100 جرام من الزبده، وزي ما انتم شايفين كده بتنزل معايا بسهوله جدا لان بحراره الغرفه كده. دي هو مش محتاجه مضرب كهربائي ابدا، الكوكيز مش محتاج اي حاجه، ده هو على بعضه ما بياخدش 10 دقائق يعني. لو تشوفوا قد ايه الريحه بتاعت السكر النوع ده مع الزبده، ريحتها قد ايه طبعا فظيعه، اكتر من فظيعه تمام. انا مش هحتاج خلط اكتر من كده. طيب تمام كده حطيت البيضة عليها وكمان الفانيليا، وبشرب قهوتي طبعا معاكم، وهبدأ بس اعمل كده ميكس بالمعلقة، مش محتاجة اي مضرب كهربائي ولا حاجة خالص على فكرة، معلقة بسباتيلا بأي حاجة كده على طول.
تمام. هتفضلي تخلطيهم كويس كده شويه غير الكريمي. بعد كده تزيلي بالطحين والبيكربونات الصودا. دلوقتي بالكوبايه بتاعت الطحين وعليها معلقتين الكاكاو، وزي ما قلت لك هتخلي جنبك معلقتين حليب علشان لو حبيتي تلمي العجينه لو ما اتلمتش معاكي. ده ما بتحطوش غير بكربونات الصودا، ما بتحطوش بيكنج باودر، خلوا بالكم عشان ناس كتير بتحط بيكنج باودر، ده ما بتحطوش حاجه اصلا، بس احنا هنحط له بكربونات الصودا. وحطينا رشه الدارسين اللي قلت لكم قد ايه رهيبه مع الكوكيز، والبن بتاعي هحطه في بين صوابعي كده شويه بس بالطعم ده بقى مفيش نقاش عليه. ميكس كميهم بقى كده اتجمعت، اهلا وسهلا. ما اتجمعتش هتجمعيها بمعلقتين حليب سائل. طبعا انا بقول كده ليه؟ لان كذا مره لما حد يكتب لي في الكوكيز قبل كده قال لي ما بتتجمعش معانا بسرعه، قلت لكم عادي جمعوها بمعلقتين حليب. تمام، انا بقى همحها بايدي لان الكوكيز اصلا عايز كده مش عايز دي خالص. لما تجمعيها بايدك هتلاقيها ان هي مش هتحتاج حتى المعلقتين الحليب، لكن جمعتيها بالمعلقه هتقعدي تقلبي وتاكلي بشويه بتنطر منك الطحين، فهنا بتحتاجي انت الايه؟ انك تحطي معلقتين في الطحين. طيب خلاص هي كده اتجمعت معايا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله عجينه قدام عينيكم. انا مش بقطع الفيديو عشان انتم شايفين كل حاجه. تعالوا نختبر الكوكيز بتاعنا عشان نعرف ان هو ناجح ولا لا ازاي. شوفوا اهي كده جمعت، تفتحي كده هتلاقيها بتتدرج معاكي، شايفين؟ لما تلاقي النتيجه دي كده، النتيجه كده اهو، انت كده الكوكيز بتاعك هو اجمد حاجه في الدنيا. تمام، انا بس هغسل ايدي من القطع بارت شوكليت عشان نكمل الطريقه. طيب تمام كده بقى ببدا ان انا اجيب ورق الزبده بتاعي واحطه في الصينيه اللي انا هخبز فيها الكوكيز، وهبدا ان انا اخد من الكوكيز بمعلقه واضيفه على الصينيه بشكل عشوائي. شايفين المنظر ده؟ او تجمعيها بايدك كيفك زي ما انت حابه. تمام، قطع بقى الشوكليت اللي احنا قطعناه كسرناه وحطيناه فيها بتديها طعم خطير. انا على فكره عملتها بالقالب الجلاكسي لان ما كانش عندي شوكليت شيبس، وكنت شايفه قناه حبيبتي وصاحبتي سولا كانت عامله الكوكيز واشتهيته قوي، فقمت عملته معاكم بس بطريقه بتاعتي الدايت وضفت الجلاكسي دي. تقدروا تحطوا جلاكسي دارك كده. انا هدخلها بقى الفرن على الصاجه في النص لمده 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق، وطلعيها على طول على درجه حراره متوسطه. شايفين الجمال؟ عملت معايا 15 قطعه كوكيز. بصوا المنظر، شايفين الكوكيز؟ الكوكيز اللي يجيب العافيه، عجيب عجيب عجيب. وهو كده خلص، لما تلاقيه طري كده بتطلعيه، مش هتسيبيه اكتر من كده. تمام، هو بتحسبي له 10 دقائق وطلعي الكوكيز بتاعك على طول. يلا لايك لايك لايك. تمام بقى الكوكيز بتاعنا، ابا شايفين جماله؟ شايفين اصلا شكله؟ شايفين الشوكليت اللي حطيناه عليها كسرناها؟ تعالوا نطلعها فوق ونتكلم فوق. تبارك الرحمن، خلونا نسكر الليت او الشاي ونسكر الفرن عشان نيجي نتفاهم هنا مع بعضنا. بصوا بقى بتطلعيه ازاي، بتطلعيه بيكون طري كده، شايفين؟ ما بيبقاش ناشف في الفرن. طبعا الشوكليت شويه سايح، احمدك يا رب. تمام، وهي طريه، هتبداي ان انت تسيبيها بس كده تتعرض للهواء حوالي 5 دقائق. بعد كده هنبدا ان احنا نجمعه ونلمه على بعض. يا ربي شفتي انا غلطانه، راح يتكسر مني. لازم نسيبه شويه علشان مش يحصل المصيبه اللي انا عملتها دي. بعد كده نجمعه. خطير. شايفين يا بنات بقى السكر البني بيعمل ازاي؟ شايفين القطعه دي اللي هي الحبيبات دي،
هي اللي بتبقى غارزه فيها ومديها الشكل الجميل ده واللون ده، بس منظرها والتشقق اللي فيه لا رهيب بجد، احلى واجمل كوكيز بالدنيا كلها. تقدروا تاخدوه لاصحاب الدايت، مش هتتخني ولا جرام. وبس كده وصلنا لنهايه الحلقه. اوعوا تنسوا تعملوا لايك، ده لايك بسرعه عشان اعمل لكم احلى الوصفات. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ بصوا انا ما ينفعش اقعد امدح امدح امدح، انا عاوزاك تخشي المطبخ بصي جمالها، بصي بتتكسر بتتكسر منك. المقادير مظبوطه، الطعم تحفه، السكر مظبوط، يعني بصي كل حاجه فيها مظبوطه. الكاكاو البودره دوت نوع اصلا جميل جدا، وتقدري تستعمليه حتى في الدايت، سكر بني، كل حاجه فيها ممتعه. وبس كده، يلا بسرعه لايك، وانزلوا اشتركوا في قناتي، فعلوا جرس التنبيهات والشير كتير، وانتظروني بفيديو اللي جاي ان شاء الله شيق جدا.